في حادثة تمت مساء هذا اليوم الأحد 30 جويلية 2023، تدخلت وحدة الحماية المدنية عين السنور مرفوقة بمقاطعة الغابات وفرقة الدرك الوطني المشروحة، وهذا بالطريق الوطني الوزن الثقيل ببلدية المشروحة، على إثر اشتعال النار بشاحنة كانت محملة بالتبن، وسرعة التدخل جنب كارثة كبيرة، حيث تم إخماد النيران في وقت قياسي، خاصة وأن الطريق بجانب غابات كبيرة. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. من ولاية البرج لشاطئ البلوطة بسيد عبد العزيز في طريق عودتهم إلى الشقة التي قاموا باستئجارها غير بعيد عن هذا. أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم عن حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه يعمل على خط جيجل قسنطينة. الفاجعة التي كانت منطقة البلوطة ببلدية سيد عبد العزيز مسرحا لها في ساعة متأخرة من أمسية السبت بدأت بمغادرة الضحايا 6 الذين ينحدر بمحكمة مستغانم لأجراءات سماع المتهم دي الأخضر أمين ضبط سابق بنفس المحكمة، بعدما دهست سيارة الضحايا من قبل قطاع لنقل المسافرين. وحسب بيان لذات الهيئة، فقد أعلن النائب العام أنه بتاريخ 30 من هذا الشهر حوالي الساعة 3 مساء، وأثناء مباشرة قاضي التحقيق. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. حبس كيما راك خويا العزيز، ما تخافش، ما راحش نكثر عليك الهضرة بزاف. راك حاب تتفرج سيري ولا أفلام، المشكل إنه ما عندكش كونت. الله يهديك خو، كرهت من السراقين والكذابين على بالي. ثقة والضمان اللي كنت تحوس عليهم رايح تلقاهم في هذه الصفحة جولد بيزنس. استمتع بمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات بأسعار جد جميلة وبسعر 40,000 فقط للحساب ومتعدد الشاشات. انعم كما سمعتني، ومتوفر البيع بالجملة وبسعر جد جميل. ونزيدك، راه فيها ضمان طول مدة الاشتراك. وش راك تستنى؟ تواصل مع صفحة جولد بيزنس الآن، تجد الرابط أسفل الفيديو.